خلاص سيبو. بينه وبين تيراني حيطه، بس حيطه مشتركه بينه وبينهم. وقاعد بقول لك انا مخلص صلاه، ما شفنا لها ضربه بتصير. اه شفت اشي نار ولعتان، وانا حسيت اشي خبطنا على راسي. عشان هاي مدعوهم احنا، عشان ننزلهم ندعوهم. خلص بديش تقعد ننزلهم. لا هاني احمد الله يرحمه. ايش داير كيف؟ احنا سردنا من قصف وجينا على منطقه امنه، انت تلحقنا بالصواريخ على منطقه الامنه؟ احنا من الاصل خلينا في البيوت ونموت هناك. ليش طلعتونا؟ هذا كذابين اللي بيخنا من منطقه، والله ما له الا غير يضلوا فيها. لانه هذول كذابين بخليك وبحطك في منطقه، بتتجمع كل الاسر بضربك المكان اللي هاد، بضربش اثنين، بضرب 20 و30 نفر. هذا دليل على اباده.